لا تواجههم بشي عنك يقولونه، لا 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 تعاملهم بشدة دوب وليونة، كون بين البين وخذ ما جاك من هذا وذاك، مشكلة في الناس إن راضيتهم عادوك وإن عاديتهم طلب رضا. من كلام الناس يا ما ناس مفتونة، حد يحطونا وحد قدهم يرفعونا. من كلام الناس يا ما ناس مفتونة، حد يحطونا كان الله في عونه، لو ما
تغصونا وانطفعت شمسة وذابت عنده الغونة درى كل ما ذكروا قالوا ذبلة تغصونا وانطفعت شمسة وغابت عنده الغونة بس أنا قلب ورغب.